السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. طبعا اليوم عندنا أداة الميكانيك وهي معمل تنظيف للجلاسات أو للي يستخدمون لاصق الجام. طبعا من أهم مميزات هذه الأداة بها ثلاث شغلات كلش حلوة وجديدة، انه اولا بها اضاءة LED جدا ممتازة، وايضا بها تقدر تتحكم بالاضاءة LED، يعني شدة الاضاءة تقللها او تزيدها. طبعا ثاني شغلة مهمة بها انه بها ساحب او دافعة للهواء، هاي الدافعة تساعدك بدفع الغبار عن الشاشة او دفع الغبار عن الجلاس اللي انت راح تكبسه. ثالث مميزة بيها او ثالث شغلة حلوة بيها انه بيها اضاءة LED خضراء، هذه الاضاءة تساعدك على كشف الغبار الموجود على الشاشة، يعني اذا ما شفت الغبار الموجود بالLED او بالضوء العادي راح يشغل الاضاءة LED الخضراء وراح تكشف لك الغبار اللي موجود على الشاشة.